بمناسبة مرور 50 عام على معرض الكتاب في قطر في الدوحة، أحل ضيفاً على هذا المعرض وأشارك في فعالياته الثقافية بمحاضرة. أعجبني هذا التنظيم، هذه السعة، هذا التفاعل، هذه الإدارة، بحيث تستطيع أن تصل إلى المكان الذي تريده وتسأل عنه بأسهل وسيلة وطريقة. نحتاج، خاصة هذه الأمة تحتاج إلى بعث جديد، والبعث الجديد لا يكون إلا بالوعي، وأول وسائل الوعي القراءة. إيش كثر إحنا يعني نتمتع ونلقي من الاهتمام ونبذل من الجهد والرحيل إلى المطاعم، إلى الوجبات التي تؤكل ويستمتع بها وفي لحظات تذهب، لكن الكتاب كم يبقى معك؟ وحتى لو قرأته مرة ثانية وثالثة تتجدد فيه المعلومات وتتجدد فيه التحليلات والاستنطاقات. هنيئاً لكم بهذا المعرض الناجح، ووفق الله الجميع لاقتناء ما ينفعه في الدنيا والآخرة.